وفي موضوع آخر أثير مؤخرا في الأيام الماضية، موضوع متعلق بمنح النسب أو اللقب لمجهولي النسب من خلال تعديل مادة في القانون، وأثار الأمر هذا الجدل وأعيد الحديث عن جوازه من عدمه. سنتحدث اليوم من باب قانوني، لذلك نربط الاتصال بالأستاذ جحيش محمد وهو محامي وحقوقي. أستاذ محمد أهلا بك معنا اليوم. أهلا بك أستاذ أندلسي. أهلا أستاذ محمد، يا ريت تحطنا في الصورة الوضع القانوني لمثل هكذا حالة متعلقة بمنح اللقب لمجهولي النسب بالأساس. شكرا أستاذ أندلسي على استضافة طيبة في قناة ألف كريمة. أهلا. أولا يعني هذا الموضوع هو موضوع القديم الجديد، إذا القول. أولا لابد أن نؤسس أو نؤصل للمسألة، يعني إذا انطلقنا في ديننا، في دين الدولة والإسلام دين الدولة، ونحن ننطلق من قانون الأسرة، قانون 1984. طيب. ربما هنا لابد أن نفرق بين الكفالة، كفالة والتبني. التبني بمفهومه القطعي هو حرام، وذلك انطلاقا إلى يعني قصة زيد بن حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان يقال محمد بن زيد بن محمد حرم النبي صلى الله عليه وسلم تبني وحرمه الله من فوق سبع سماوات. طيب. نقول بدي مسألة الفرق بين التبني والكفالة. الكفالة بمفهوم الواسع يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كيدي هاتين، وهنا يعني نظر إلى مسألة الكفالة. نحن في الجزائر يعني ممكن منح اللقب العائلي، وهذا ما أقره القانون 92/24، يعني 1992، ومنه المشرع الجزائري والشؤون الدينية اجتهد بسجل هذا الطفل حفاظا على هذا الطفل ومستقبله لتكفله، ولكن المشرع الجزائري فصل في هذا الأمر في الثمانينات في قانون الأسرة، ودائما يعود هذا والجدل إلى الساحة الجزائرية. يعني في المادة 46 من قانون 84 قانون الأسرة، يعني صراحة تتكلم على أن التبني ممنوع شرعا وقانونا. طيب. ولكن نعم تفضل. ما هو الجديد يعني الذي أضيف في هذه الحالة، يعني خاصة ما تعلق بمنح اللقب؟ هو الجديد أستاذ الدروس، الجديد هو يعني دائما النشطاء الحقوقيين إلى آخره والمحامين إلى آخره يتكلمون على حماية كبيرة وحماية أكثر بهذا الطفل. احنا ربما نتكلم على نظام الكفالة، نتكلم على 84، هما يقصدوا نظام الكفالة، لأن التبني ماهوش مطروح خالص. نظام الكفالة اللي حبوا يتوسعوا في نظام الكفالة الذي كان في الذي عدل في 2005 84 عدل في 2005 في مواده 116/125/24. نتكلم على الكافل، ولابد أن نفرق بين الكافل والكافيل والمكفول له. قانون وصلة المادة 116 تقول بأنه التزام عام على وجه التبرع. أسمع فيه أستاذ الأندلسي. واضح تفضل. تقول مادة 116، شوف لما تنتهي معايا المادة 116 تقول هو التزام على وجه التبرع، بمعنى على الكافل أن يتبرع بهذه الكفالة. وهنا الأطفال أنواع، ثلاث أنواع من الأطفال. هناك الأطفال أولا نسبهم غير معروف. نعم. وهناك الأطفال أولا الذين نسبهم معروف، وثانيا هناك المجهولين عدمي النسب، وهناك ثالثا أمهات عازبات. نعم. نروح مثلا الأولى أستاذ الأندلسي. تفضل. الذين لهم نسب معروف هما مثلا يعني لا قدر الله يعني الوالد والوالدة قاموا يعني بحادث مرور وتركوا طفل، هذا نسبه معروف. هذا نسبه معروف، النكوى يعني اللقب تاعو يبقى عباري زيتوري محفوظ الى اخره. طيب. هنا النسب تاعو معروف، اذا قامت عائله بتكفل يبقى النسب تاعو يمشي. الروح المجهولين، المجهولين شكون المجهولين؟ الذين ليس لهم اب ولا ام. هنا قانون الجزائري يحميهم، هما يعني عديمي النسب، وتمنح لهم الدوله الجزائريه تمنح لهم يعني الجنسيه الجزائريه. يعني يمنح أستاذ نعم في الحالة الثانية، يعني يمنح اللقب الإنسان الذي يتكفل بهم. بارك الله فيك. الحالة الثانية تاع المجهولين عدمي النسب، هنا القانون الجزائري يكفلهم الجنسية بما أنهم ولدوا في تراب جزائري.
طيب. يكفل لهم الجنسية، ولكن يمكن لناس واحد أخرين وناس واحد أخرين أن يتكفلوا بهم عن طريق الكفالة. دوك نروحوا للكفالة، لأن الكفالة هي أمر مؤقت، هو الإشكال اللي وقع. دوك نروحوا للغط مثلا، نروحوا للأمر الثالث، هو الأمهات العازبات. أستاذ أندلسي، الأمهات العازبات المشرع ينظر إليهم على يعني الأمهات العازبات، يعني أم، يعني مش معناتها أمهات العازبات، يعني أم تضع طفل وليس له أب معروف. هنا كيف يعني يقدر يمشي بالاسم تاع الوالده تاعو، ولكن لما يلحق المدرسه يصير اشكال، اين هو اسم الاب؟ يبقى اكس، زمان كان يسموه اكس، لكن اليوم كاين في القانون الجديد انه الكفاله هذه كفاله تكون يعني في الدار، يعني في السونتر المركز اللي يتكفلوا به، يعطوا لهم يعني الناس اللي تحب تتكفل بهذا الاطفال، يمكن انه يجون لهم يعطوا لهم الاطفال اللي تكفل، ولكن القانون حددها اما تكون امر قضائي او جهه اداريه. جهه اداريه حسب الماده 117 للقانون الاسره، امر قضائي او جهه اداريه تكفل بهذه الامور وتكون امام العداله او امام الموثق. لأن الكفاله المشكل اللي وقع عندنا الاستاذ الدروسي ان الكفاله هي مؤقته. لما الطفل يتكفلوا بعائلة ويلحق السن الرشد، ممكن يتخلوا عليه ويتخلوا على الاسم تاعو ولا يطوروا، لانه في الـ في الـ في البريطاني يكتبوا تحت كافه كفاله، مثال فلان كذا بالكفاله، معناتها هذا اللقب بالكفاله، باش لما يدخل المدرسه ويمشي في حياته الاجتماعيه يعرف بلي هذا الطفل لما يكبر يلحق سن الرشد بلي راه مكفول فقط، ماهوش يعني ابن هذه العائله. لذا احنا نعرف ان الحصص الاجتماعيه اللي تقوموا بها مبادرات تاعكم مشكورين عليها، في الحصص تاعكم نلقاو عدة يعني أطفال لما يكبروا يلحقوا سن الرشد يعطونهم يعني يبداوا يحوسوا على الأمهات الآباء الحقيقيين لهم. طيب أستاذ نعم كفالة. نعم أنت قلت بأنه قضية الكفالة مؤقتة إلى غاية بلوغ سن الرشد. بعد سن الرشد هل يحتفظ بالاسم يعني اللقب الذي منح له أم يغيره؟ القانون ممكن يقول لك أنه يحذفوا، ممكن يحذفوا يسحبوا الكفالة تاعهم، ممكن يخلوها تبقى بالكفالة، الاختيار من الوالدين نظن حسب الشهادة الأخيرة الاختيار. لكن الحقوقيين يرون علاش يعني ليش نخلوا المكفول له، نخلوا الطفل في هذا الأمر، أنه لما يلحق في النبوس ممكن العائلة اللي ربته تتخلى عليه لأمر كذا أو كذا. لأنه علاش الأندلسي؟ أستاذ الأندلسي كاين واحد المشكل عندنا صاري. هنا مشكل كبير صاري. لما يتربى الطفل في وسط العائلة ويكون مكفول. لما يلحق المشكل تاع الميراث. المشكل تاع الميراث هو لا يرث، يعني سيدي الله عندك الوالد للفراش. الطفل الشرعي هو الذي يرث فقط. يعني ولكن يعني تحافظ على صيغة كفالة حتى لا يرث مع يعني الشرعيين. بارك الله فيك، هذا هو الإشكال اللي وقع. إنه الطفل لما يكبروا الأولاد مع خاوته. خوته الحقيقيين يقول لك هذا موش خونا، هذا اكس، هذا موش خونا الى اخره كذا وكذا، ومن حين خضعوا في اشكال بعدين يروحوا للمحاكم وتولي المساله مطروحه في المحاكم، وبطبيعه الحال حيسقط حقه لانه هذا الطفل لا يرث. الطفل الذي يربى بالكفاله لا يرث شرعا، هذا الشرع، لان الولد من الفراش ومن هو يسحب حقه. لكن طيب. يمكن بما انه الميراث لا يرث، صح لا يرث، ولكن ممكن الوالدين اللي رباوه ممكن يعطوا له هبه، نروحوا لشيء ممكن يعطوا له هبه. هبه طيب. تكون من جهه قضائيه او تكون بيع وشراء، او يعني يكتبوا له كما نقولوا يكتبوا له هبه. نعم استاذ محمد شكرا لك، وصلت الفكره، شكرا على هذه الايضاحات. شكرا استاذ نندري، اهلا وسهلا.